نادي الاتحاد الجديد وعندنا نادي الفيحة اللي وقع مع حارس كولومبي لمدة سنة، وين حتروح؟ والله شوف، توقيع الاتحاد وتوقيع الفيحة ولا غيره، يعني انت لما تشعر النقلة النوعية الحقيقية في الكرة السعودية، والزمان نشوف نادي يوقع تخاف على وضعنا، يعني ميولك تقول الله راح. الآن كل نادي يوقع أنت فرحان به، لأنك هدفك مش نادي اللي أنت مايل له، هدفك كرة سعودية، هدفك دوري يصير من أفضل دوريات في العالم. يعني أصبح الحس وطني عالي بكل أمانة، والهدف عالي. يعني قاعدين نعيش مرحلة يجب أن نستشعر بكل تفاصيلها، ترى التفاصيل اللي بنمر بها حساسة للغاية. لما نحن نجي نتكلم فترات سابقة، حقيقة النادي وقع، يا الله صار قوي الأهلي، الهلال ولع، النصر، مش الاتحاد، كلهم خلي كل الأندية بل الأندية تفضل. بس لا تنسى أنك أنت اليوم على سبيل المثال، خلينا ناخذ الاتحاد كحالة. نعم. الاتحاد إذا جاي يلعب في آسيا حيلعب في الدوري بوضع، وحيلعب في آسيا في وضع آخر. يعني هنا في مجموعة من اللاعبين، هنا في مجموعة من اللاعبين مختلفين. طبعا تتكلم عن انسجام، تتكلم عن صحيح. توقف عند الاتحاد توقف بسيط، يعني صراحة زي ما تكلم الأستاذ نواف المقيرن، فترتين تسجيل. نبارك للاتحادين هذه الصفقة، وهي تعتبر الأولى الآن، وسلسلة الصفقات يبدو أنها متلاحقة يعني بمشيئة الله تعالى. طبيعي أنت لازم تهيئ نفسك كنادي، هذا أمر اهتم به الجهاز الفني. أنت عارف أن لما حشارك في دوري أبطال آسيا حيشاركوا معي 4 لاعبين فقط، صح؟ يجب أنه يكون الجهاز الفني واضع هذه النقطة في الاعتبار ويتهيأ لها. طبعا إدارة النادي مع الجهاز الفني يكون في تنسيق في ذا الجانب عشان نقدر نتجاوزها. ما أقدر أقول ترى ما هي سلبية، ما أقدر أقول يعني أقول لا ما هي لا ما حكابر في حاجة سلبية، لكن يمكن معالجتها ويمكن دخول دوري أبطال آسيا بمستويات جيدة، مستويات متميزة، مشيئة عبد الله. اللاعب البرازيلي هذا